اللي احنا قاعدين نعيشها. انا بقول لكم اهو اول خطوه ان احنا بدانا في طريق مظبوط وطريق حقيقي في محاوله. واحنا على فكره الماليين والاداريين وخبراء التامينات والقانونيين يعدوا مشروع خصم الحد الادنى للمعاشات ويتقدم فورا لمجلس اداره الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي فورا. وفي حال الجلسه القادمه ما لم يتم اقرار الحد الادنى للمعاشات لابد ان تكون هناك وقفه امام مجلس الوزراء فورا. احنا المرة دي تقديرا للسيد المشير عبد الفتاح السيسي ألغينا الوقفة اللي كانت موجودة النهارده لأن الراجل كان إيجابي معانا وتاني يوم إدى تنبيهاته من عقاب مجلس إدارة الشركة الأرضية.